ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع السابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع السابع. كونوا معي. بداية لابد أن نستذكر قصيدتنا ونستذكر تحليلها. دعونا نبدأ. لازلنا في قصيدة الحنين إلى ديار أهل، وبالطبع لابد أن نستذكر شرح هذه الأبيات، ومن ثم سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل. يتحدث في الشاعر في هذه القصيدة عن ذكرياته وحنينه إلى ديار أهله، ويعبر فيها عن التصاقه بالأرض والمكان، يستعيد الماضي ويعود فيها إلى أيام الطفولة والصبا، ويذكر ملامح من تلك الأيام والذكريات، ولا سيما ذكرياته أيام والده، مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، منطلقا من تجربة واقعية بشكل يشع الحياة في النص. دعونا نستذكر تحليل الأبيات. المقطع الأول: كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورجع سربا من الذكريات، تحوم مثل الحساسين حولي أبي في المضافة، والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة، وهي على كل طرف نار تغلي، وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينة، وهو يتضرع إلى الله حين يصلي. لاحظ معي عزيزي الطالب، هناك بعض المفردات كما تظهر أمامك: دندن غنى بصوت خافت، وهنا تستخدم للعود، القهوة البكر، القهوة التي تصنع لأول مرة في الصباح الباكر، يضرع يخشى. هنا هذا المقطع الأول، يحن الشاعر إلى منازل أهله في المكان المحبب والشخصية الأصيلة، يسترجع الإحساس بقيمة الحياة السابقة، ربط الحاضر بالماضي، صورة الأب في المضافة، يقدم قهوته الصافية التي تكون قد أعدت للزائرين بمحبة، صورته وهو يضرع إلى الله تعالى في صلاته، فيملأ قلب الابن بالطمأنينة. أبرز صورتين تتوهجان في ذهن الشاعر كلما استمع لدندنة العود، للموسيقى الشرقية الصافية. هذه الموسيقى تعيده إلى ذكرياته التي شبهها بسرب من الحساسين التي تحوم حوله، ويستدعيها شعوره بالنشوة والراحة إذ يستمع إلى الموسيقى التي تعجبه وتؤثر فيه، كما يستدعي هذا الشعور صورا أخرى مفتقدة. في المقطع الثاني، هنا كما يظهر أمامكم العتيق القديم، شقاوتنا، مشاكستنا، غبطة، هي تمني ما عند الآخرين دون تمني الزوال النعمة عنه، أي أننا نرى النعمة نقول اللهم أعطنا، ولكن لا نتمنى زوالها ممن أمامنا. هنا يبرز الأب في أبهى صوره عبر هذه الاستعادة: المضافة تتهيأ لاستقبال الضيوف، عند البوابة البيت يرحب بالجار مسرورا باستقباله، منشغلا عن شقاوة أبنائه. هذه إشارة إلى شقاوة الشاعر طفلا، هنا يؤكد على جمال الصورة، صورة القرية المفتقدة، وإحساسه بخسارتها الفادحة. في هذا المقطع يتكئ الشاعر على بعض الألفاظ التي تدل على انتمائه إلى التقاليد الريفية، وهي الممر العتيق، سياج، رائحة الخبز، أيضا بوابة الدار. هذا المقطع إشارة إلى عادة عربية أصيلة، وهي حب الجار وإكرامه، كما هنا يعقد مقارنة بين حال في حياة والده ووفاته، كما يظهر الفرق عزيزي الطالب. في المقطع الثالث، وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، المفردات: التعاليل، السهر، مشرعة مفتوحة، الندى،
هي كناية عن الكرم والجود الخليل الصاحب. هنا عزيز الطالب يشرح الشعر فيعود إلى موسيقى العود المؤثرة التي تنقله إلى القرية المفتقدة، تعاليل المضافة المليئة بالدهجة والدهشة، قصص خيالية، سهر، شعر شعبي، والتي أثارت الشوق والحنين في تلك اللحظة التي يفتقدها الشاعر الآن ويحن إليها. وأيضا يبرز الأب مهيبا في عائلة متوحدة قوية، ويصف أعمامه بسرب من الصقور دلالة على شجاعتهم وإقدامهم، ويظهر قوة التأثير في هذه الصورة في نفس الشاعر أنه يعدها ساطعة مضيئة مقارنة بالحاضر المعتم، كأنما يهرب إلى جمالية الألفية أو من الحاضر وخلوه الآن، هو في الحاضر يخلو من هذه الألفة والمحبة والصفاء. أيضا يبدو أن الشاعر تأثر في تعبيره عن افتقاد القرية التي يبرز فيها الأب ساطعا قويا من تعبيره عن الإحساس بفقد الأب مجرد منها. هنا يسخر جماليات القصيدة التقليدية القديمة عبر أبهى ما فيها المقدمة الطليلية للتعبير عن إحساسه بفقد المكان الأليف الحنين إلى الماضي الجميل الخالي من تعقيدات الحاضر وسوءاته، ذلك الماضي الذي يمثل قوة العائلة وهيبتها مقابل حاضر الخسارات والانهيارات والخيبات. بعد ذلك وكما يظهر أمامك سننتقل إلى جمع التكسير، ونحن نعلم أن الجموع في اللغة العربية ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. جمع التكسير هو الجمع الناشئ عن تغيير في بنية مفرده، وهو نوعان: جمع قلة ويدل على عدد قليل غالبا، ويأتي على أوزان أربعة: أفعال نحو أموال وأقلام، أفعل نحو أنفس وأرجل، أفعل نحو أندية وأحبة، وفعل نحو صبية. جمع كثرة ويدل على عدد كثير غالبا وله أوزان كثيرة، مثل فعل كتب، فعل غرف، فعل قطع، فعل مرضى، وفعلا. وبعد ذلك سننتقل إلى أسئلة هذا النص. عد إلى القصيدة واستخرج منها أمثلة على جمع التكسير مميزاً بين جمعي القلة والكثرة. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع السابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.